شرف كبير لكم أيها الكادحون المكرمون أنكم بنيتم أنفسكم بأنفسكم، أسستم عائلات ناجحة، أولادكم في المدارس والمعاهد والجامعات، وبعضهم متفوقون وبعضهم نجح في مجالات الطب والهندسة والعلوم والآداب، وفخر كبير لمجتمعنا أن معظم مثقفيه هم من أبناء الشرائح الفقيرة والعاملة منهم. نأسف ونحن نلاحظ تراجع الحركة العمالية التي كانت في يوم ما حركة رائدة منظمة قادرة قوية ثابتة، لكنها تشرذمت وضعفت، وشوارع العاصمة بيروت والمدن الأخرى تشهد على ذلك. حري أن تعاد لهذه الحركة قوتها ورونقها وألقها وأهميتها لتعود وتعود الجماهير إلى بر الأمان. في هذه المناسبة لابد لنا، يعني أنا أول مرة بعرفش أكتب الحقيقة، أول مرة بعرفش أكتب، يعني لأنه شو بدي أكتب؟ إنه أول شيء بوجودكم أنتوا كتبتوا لبيوتنا وكتبتوا أبوابنا، كتبتوا شجراتنا، كتبتوا عصافيرنا. فأي كلمة رح تكون عاجزة قدامكم، يعني قدام تعبكم كل هالعمر، وانتم الوحيدين اللي بضلكم تشتغلوا لا تموتوا تتقعدوش، مش مثلنا نحن، لا بدكم سلسلة الرواتب والرطاب، ولا بدكم مدري شو، بتشتغلوا بتاكلوا، بتشتغلوش بتاكلوش، يعني أو شو. فشكرا لكم، شكرا هلا وشكرا لبعدين، شكرا كل العمر. يعني بدي أقول أول شيء تحية لبنت جبيل لتكريمها، شكرا لبلدي من جبل لتكريمها العلماء اللي مرقوا خلال احتفالان ثلاثة سابقين، وهي لفتة كويسة وحلوة وجميلة، وإن شاء الله كل أعلام بنت جبال إن شاء الله من الكبير للصغير أو من الصغير للكبير إن شاء الله كلهم بيتكرموا. وشكرا طبعا لربطة بنت جبال اللي كرمت هذيك اليوم أربعة رغم إنها ما دعتناش، بس أنا بشوف حالي بنمر الشخصعة بمحمود الأباكيتو بالأستاذ نعمي جمعة وبعادل جابر، يعني هو إخوتي ورفقاتي، عرفت شو؟ بس حبيبي يعني بكل الحالات هودي اخوتنا واهلنا، ونحن بنعتبر حالنا كنا موجودين بوجود الموجودين، بوجودهم هن. يعني طبعا بدي اعزي بنت جبيل بوفاه هالاسبوع، كان للاسف حافل بالاموات، يعني للاسف، ونحن صرنا اشهر لا زالت الاحزان في ديارنا عامره من ديترويت لبنت جبيل. يعني طبعا بنعزي الاستاذ حسين بزي، بنعزي ابو شوقي فرج، من عزيبة الأستاذ جميل الجابر بزي، من عزيبة فرج بوفاة السيدة هلا، واليوم بنعزي حالنا كمان بأم عدنان شارة الله يرحمها، أم عدنان طبعا ومرات الأستاذ محمد جميل صالح. أم عدنان يعني إحنا كنا بنعرف في اثنان أم عدنان هذيك الأيام، أب عدنان اللي كانت مشهورة، وأم عدنان عالسكت، كان في معنا أم عدنان عالسكت بتحبنا أيام الفدائية. وأني هودي الناس بحبهم، لأنه أنا يما كنا بالفدائية كنت أتخبى عندهم، ما كنتش أتخبى عند الخمس نجوم، يعني كنت أتخبى عند هودي النجمة والنجمتين. أنا كنت أتخبى بأديب كرنيب الله يرحمه، بات أديب زراء، بو أديب زراء بالزئو، يعني كنت أتخبى عندهم، كنا بلنا ندور ندور ندور. ها لا ما نسيتش المرشوشات يا أبو قاسم، والله ما نسيت حبيب، يعني يعني عف 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 عف, عف, عف عفوا. نحن طبعا كانت هذيك الايام تجي اسرائيل تنسف بيوت وتاخذ ناس. بتذكر انه اجوا اخذوا فؤاد نجيب من بيته، واخذوا الدكتور احمد مراد، وعملوا كمان على طريق المسلخ. فنحن كنا ننزل نتخبى بقلب البلد، يعني ننزل نتلطى بقلب البلد زينونا، وان شاء الله ايام بنجبال كلها فرح، وان شاء الله بالمرحله الجايه ان شاء الله الافراح بتضلها بديارنا مش بس الحزن. يعني وان شاء الله على كل حال مثل ما كتبتوا هالبيوت بنت جبال، وكتبتوا عمار بنت جبال، بترجعوا تكتبوها لبنت جبال مزدهره، وبيرجعوا الناس يجوا على سوق بنت جبال ليدوروا على شيء مش موجود عندهم بالضيعة، مش موجود عندهم بحواكيرهم. هالشو شكرا لكم، شكرا حج عفيف، شكرا لكم كلكم، شكرا للحضور اللي اجوا واللي ما قدروش يجوا، اللي اجوا كرمالنا واللي اجوا كرمال حدا واللي ما اجوش، يعني على كل حال هذه ظروف الناس. شكرا لكم كلكم، شكرا. بين الحقول وبين الكف أسرار، لا يدرك النصر ما لم يشتهى الغار.
بين الحقول وبين الكف أسرار، لا يدرك النصر ما لم يشتهى الغار. هذا الجبين كأن الله يحرسه، فيه التراب وفيه الماء والنار، عناصر الكون في كفيك ما هدأت، كأنك الطود حين الكل ينهار. عناصر الكون في كفيك ما هدأت، كأنك الطود حين الكل ينهار. مد اليدين يداك اليوم مطرقة، والعمر لوح وهذا الكون مسمار. مع كلمة المكرمين السيد عبد الكريم سعد فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إخواني وأخواتي الحضور الكريم، أسعد الله مساءكم. باسمي وباسم إخواني وأخواتي المكرمين، نشكر بلدية بنت جبيل ورئيسها الحاج عفيف بز المحترم، ونشكر أيضاً الحركة الثقافية في لبنان، مركز قضاء بنت جبيل ورئيسها الأستاذ بلال شرارة المحترم، على لبتتهم الكريمة التي حظينا بها نحن المكرمون، ونتقدم منكم بجزيل الشكر والامتنان، والسلام عليكم ورحمة الله. الحج صلى على اللي بلش وعلي محمد. يلا قرب يا عبد الكريم، يلا زقفوا قرب يا عبد الكريم، يلا صلي على محمد وعلي محمد.